انا غنعطيك دابا البيرفيكسي تشوف. نوريك انا لي زوفر اللي عندي، راه داكشي مزيان ديال المانيا وديال الميريكان، ولكن ضعاف واخا هكاك ضعاف ما قنعونيش. المهم دابا غنعطيها البيرفيكتيل صافي. نعطيها البيرفيكتيل. واش نقول لك دابا الا كان تتاخذ ديجا كومبليمون اليمونتير فيتامين دي 3 وزدت هذاك دي 3 ما يطلعش لها الدي ما تزادش. شحال لابور جورناليير؟ سون فان سانك ميليغرام ياك حسن؟ سون فان سانك ميليغرام باغ جور فيتامين دي 3. دابا لابور جورنالي ريكوموندي بور فيتامين دي 3 ديال شاك بيرسون ادولت هي 125 ملي غرام. هذيك على حسب اذا كانت كحاله مرضيه راه تقدر يفوتها. اي لا، ولكن ليكسي اللي ما خاصناش نفوتو في لا فيتامين دي 3 ما ديباسيش 125. ولكن دابا انا ماشي المشكل عندي ما ديباسيش، انا سنعرف بان الا عطيت لا كليونت فيتامين دي 3 سوا قليله ولا كثيره خاصني نعطي معاها اوميغا 3، حيت ما تتاكتيفاش الفيتامين دي 3 الا ما كايناش الاوميغا 3، حيت هي الاوميغا 3 هي اللي تتاكتيفي الفيتامين دي. ولا ما تاكتيفاتش الفيتامين دي تيمشي داكشي تيبقى في لي زورغان، في الكبده ولا في الكلاوي؟ فاش في الكلاوي ولا في الكبده؟ في الكبده. انا دابا انا حسن جيت انا دابا جبت لهم الكودو الكادو. هاهي دابا الكادو، ها انت شوفها، هاهي الكادو، شوف الكادو شي دابا الكادو. منين تنعطي لا كليونت تنعطيها مثلا شي مكمل غذائي ديال لا فيتامين دي 3 واخا تكون فيه الاوميغا 3 اون باراليل، تنقول لها منين تسالي واخا بلاتي، منين تنقول لها منين تسالي لا بواط ديالك خدي هذا الكادو هذا باش ينقي لك الفيتامين دي اللي بقى مخبي ياك في الكبده. شوفي اللي غتنقي الكبده اول خل تفاح، حتى البروبوليس كنتي ياكل شي دواء لا الخل سرع من البروبوليس ياك. البروبوليس يحيد الشوارد الحره، الشوائب الحره، الجذور الحره. الشوارد هي الجذور، وهي جذور الجذور الحره. هادي اصلا دابا الخل فايت هذا المكمل فاش النقيه ديال من الفيتامين دي هادشي ديال الخل. دونك خل التفاح كلشي خاصو ياخذو، هي خاص ما يكونش خامر في الزاج. نقول لك علاش، كاين واحد المساله اخرى ديال خل التفاح بروبيوتيك فيه ياك، فيه بروبيوتيك. فيه بروبيوتيك بلا ما نقولو شنو هو الجديد. اييه. ثاني حاجه هادشي كيليبر، خاصنا حنا واحد الحم واحد لاسيد تكون عندنا في المعده، ماشي ديك لاسيد اللي شي لاسيد ملي كطلع علينا راه ماشي ديال الزياده ديالها، راه النقصان ديالها. حيت كون كانت عندك الحموضه ديال المعده مزيانه ما يوقع لكش داك الشيء. دونك الخل الواحد واخا ضعيف خاصو ياخذو. لا ما كاينش علاقه ما بين الغوية هذيك، هضره خايبه. دابا غتجيب لي الخل ديالنا او اما احسن ديال الضعف ولا عادي؟ احنا بغينا غير نلقاو الفيتامين دي اللي زايده. ماشي مشكل، كي هذا وكي هذا خو عطيهم انت اللي رخيص باش يتمشى عليك وصافي. حاجه اخرى اوميغا 3، دونك البيرفيكتيل عامر. حيت انا عطيت لواحد لاكليونت اليوم خطيره، قلت لها شوفي، قلت لها غذاء الملكه، انا راه ما تنبيعش بواطه وحده، تنبيع خمسه باش يبان فيك لفي باش ديما تكون عندك، حيت هذه ستون بات تتاكليها بحال تتاكلي الماكله افي وخاصه فيك السكر. قالت لي ويلا ديبي دو السكر. مزيان. قلت لها الا غير ديبي دو السكر غتاخذيها 3 مو تحبسي شهر، تتاخذ الكينه ديك اللي فات دي ما عرفتش سميتها، ما عليناش. دابا هي مواظبه، هذيك دابا هي مواظبه على غذاء الملكه. زيدي هاد عياقي بها. ودابا حنا راه تنصورو، دابا راه تنصورو.
لا انت ما تتبانش. اي انسان تياكل الدواء عنده الانسولين، عنده مرض السكر من نوع الثاني، وتتناول اي فصيله من فصائل الميتفورمين، منهم الكليكوفاج، الادو، بزاف، راه عائله كبيره، واستمر العلاج لواحد المده بسنه الفوق، يعرف بانه ابره راه مشاو ليه لي بي، لي فيتامين بي ناقصين منه، وخصوصا تنبداو من بي 12 تيمشي، وراه الاعصاب تتاثر، لان الميتفورمين ما تتخليش البي لي كومبلكس بي دورو في الدم. وكيفاش ما يبقاش تياخذ الكينه؟ لا، الا خدا خاصو ياخذ مع الفيتامين بي ضروري. علاش انا تنسولك دابا على الكومبلكس بي شي حاجه مجهده؟ نجيبوها. هادي راه خاصها حلقه بوحده. لا نجيبها منين دابا انت شرحتي لي انا نجيبها لك. بي كومبلكس. يشوفوا صحاب علاش تضربوا الجهاز العصبي بالنسبه، ما نهضروش على العصبي يعني المخ، الاعصاب بصفه عامه، ارتخاء العضلات وداك الشيء، شنو هو المشكل ديالو؟ راه النقص ديال الكومبلكس بي. علاش مريض السكر تيحسوا بالعياء؟ راه منك ديال الكومبلكس بي، لان كومبلكس بي راه طاقه. شوف هذا، انا المهم غادي نجيب كومبلكس بي بواحد لا دوز كبيره ياك، حيت اصلا الفيتامين بي تمشي مع البوله، يعني ما تخافش انها تستوكا في لو كور ياك حسن. دونك انا غنشوف شي حاجه فيها لا دوز كبيره. مور السكر خاصو ياخذ ملتي فيتامين جروب بي. كومبلكس بي هو الاساس. ملتي فيتامين. ملتي فيتامين ولكن يكونوا فيه لي بي طالعين. صافي. انا غنشوف شي حاجه. دونك هذيك السيده اللي قلت لك فيها الدبي السكر عطيتها بيرفكتيل. وعلى العلم. هو اللي اشعرها. ما نساوش علاش قوة لاجولي رويال علاش تتبازي. على لي زورمون وعلى البي كتعرفيها. خويا ما نكذبش عليك، انا اللي ما تيقنيش، اللي ما تيقنيش في لاجولي رويال وباقي ما تياكلهاش، تنقول له راه انت ما تتبغيش راسك. نضيع راسك، نضيع راسك. خليتي انت يا نهار اللي الزوجه ديالك عقلتي. اي زعما تقول لها خذ انت زعما. زعما انتوما تماما لي جولي غوايا واقيلا حيت شفتي تناخدو انا. لا وتجيبو لي راه معدتي تتقطع تنقول لي راه تيجيك الجوع راه خاصك تاكل. ما تيعجبهمش المذاق. لا ماشي المذاق، انا دايرو ليه مع العسل. انا في الحق جولي غوايا واخا ما عرفت شنو يوقع ما نحيدهاش. شي حاجه مهمه جولي غوايا في الحياه. دونك هذا الكادو، هذا الكادو راه هو مهم. الكادو هذا بالنسبه اكثر الكادو راه غندير عليه فيديو اللي عنده مشكله هذا. خصوصا اللي عنده مشكل ديال لي زارتيكولاسيون المفاصل. ياك بزاف تمشي مع الكركوما. تمشي مع الكركوما. المهم هذا راه غندير عليه فيديو ان شاء الله. شوف هذوك بي كومبلكس واش لا دوز كبيره. ما كاينش بي كومبلكس في هذاك، دونك تنجبد لك الكتالوج الاخر. وبالنسبه الى بغينا ناخذ خل التفاح، ناخذ خل التفاح اللي نقي لينا الكبده ديالنا ياك من الدهون، لان السطوكاج ديال الدهون في الجسم ديالنا تتمشي تتسطوكا في الكبده. شحال ناخذ ديال لا دوز ديال الخل اللي نقيو به؟ ما بغيناش نضعفو، بغينا غير نقيو الكبده ديالنا. وقتاش ناخذوه؟ تاخذيه جوج مرات في النهار مورا الوجبات، وتاخذيه خصوصا الا مشيتي كليتي شي وجبه دهنيه مرونه بالقليب، تغبك الله وكليتي القليب بزاف ولا كليتي في الزنقه. حنا دابا الناس ما تنهضروش علينا حنا اللي ما عارفينش، غيشرب الخل مورا الوجبه غيرتاح، وغادي غادي ما غيكونش التاثير ديال ديك المواد بواحد القوه. دابا انا تقدر تجيني واحد الكليانه اللي ضعيفه ولا عطيتها جوج مرات خدات الخل غتزيد تضعف ليا. لا ما كاينش ديك العطيه، ما كاينش اللي تيضعف خاصو ياكل مورا كل وجبه، يعني غيقدر وراه وليت تاخذ جوج وجبات في النهار غتضعف. ممكن تاخذو غير مره واحده؟ يمكن تاخذو مره واحده، تاخذو بالليل قبل ما